بحث نتابع سوا عالم الصباح لليوم. بدي رحب بضيوفنا جيرالدين قسام الملحقة الإعلامية بالسفارة الأمريكية ببيروت. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. وبدي رحب بعلي شحادة كمان مدير نشاطات ألت سيتي، أهلا وسهلا فيك. علي، رح نحكي مش عن كمان ألت سيتي، رح نحكي كمان عن المنحة يلي اليوم هو موضوع حديثنا، المنح الجامعية فول برايت يلي بتقدمها السفارة الأمريكية. خلينا يعني نحدد أكثر شو هو برنامج فول برايت، قد إيه له صار لنا يعني سنوات يمكن عم نسمع فيه. اولا شكرا لاستضافتي، اهلا وسهلا. برنامج فولبرايت هو برنامج تبادل للطلاب الاجانب كي يحصلوا على ماجستير في الولايات المتحده. اسس السناتور ويليام فولبرايت هذا البرنامج في سنه 1946 بهدف الترويج للتفاهم بين الشعب الامريكي والشعوب الاخرى عبر التعليم والتبادل الثقافي. عظيم جدا. اذا في مجالات معينه للفول برايت، باي مجالات بيقدروا هالطلاب يلي رح بيصير فيه هالتبادل هيدا انهم يقدموا؟ اي كل المجالات مفتوحه باستثناء بعض انواع الهندسه بالاضافه الى الطب وغيرها من المجالات. كل تفاصيل عن المجالات المفتوحه موجوده على موقع السفاره، وهنا أريد أن أشجع على الطلاب العلوم السياسية والصحافة والإدارة العام والتنمية الاقتصادية. ليش؟ لأن هذه المجالات مش موجود بشكل قوي كبير، أي مظبوط، في لبنان، وبدنا من جانب الولايات المتحدة تمكين طالب في هذه المجالات في لبنان. يعني انت عملتوا مثل دراسه بالسوق وحسيتوا انه في نقص بهالمجالات بلبنان؟ اي مزبوط، لان من الضروري بعد الدراسه في الولايات المتحده الرجوع الى لبنان. طيب المنحه يلي رح ياخذوها ان شاء الله هالشباب، لانه بدنا نشوف يعني قديش عدد الطلاب يلي رح تاخذون، انما هالمنحه وقت اللي بياخذوا المنحه شو بتغطي لهم؟ شو بتامن المنحه؟ تغطي الولايات المتحده كل تكاليف المنحة والدراسة في الولايات المتحدة، مثل كلفة الإقامة والدراسة والكتب والتأمين الصحي، بالإضافة إلى السفر من وإلى الولايات المتحدة. اليوم عم نحكي يعني بالتحديد عن فول برايت ماسترز، يعني الأشخاص يلي خلصوا أول سنوات جامعية ورايحين حتى يعملوا الماستر تبعيتهم. مظبوط. فإذا هيدي الفترة قديش بتمتد بالنسبة لهم؟ والبرنامج يبدا في صيف 2015 ويستغرق البرنامج سنتين. سنتين بشكل متواصل؟ ايه. بيقدروا يعني يعودوا الى لبنان لفتره محدده ويرجعوا، او هي بيقعدوا سنتين سنتين بين 2015 و2017. 2017. مين الاشخاص يلي اليوم عم يسمعونا يمكن هلا ببيوتهم؟ في كثير من الطلاب، مين يلي بيقدروا يتقدموا الى هالمنحه هي بالتحديد الفول برايت ماسترز؟ ليكون مؤهلا، اولا يجب ان يكون مجازا ببكالوريوس قبل بداية البرنامج في صيف 2015. ثانيا البرنامج مفتوح إلى كل اللبنانيين من مختلف نسيج المجتمع اللبناني. من كل الجامعات؟ أي كل الجامعات بالإضافة إلى الفلسطينيين المقيمين في لبنان. أوكي، بطريقة التسجيل كيف بيقدروا يتواصلوا ويعرفوا معلومات أكثر عن المنحة؟ أي كما قلت كل تفاصيل عن تقديم الطلب موجود على موقع السفارة، بس من الضروري تنزيل استمارة الطلب وتعبئتها وتقديمها مع كل الوثائق الرسمية المطلوبة إلى مكتب أمريست في وسط مدينة بيروت. عظيم. بلشت يعني بلشتوا تقبلوا هلا طلبات؟ بلشت الفتره يلي هي محدده للطلبات؟ بعد الملحه النهائيه هي الثاني من ايار هذا السنه. هذه السنه النهائيه؟ ايه يعني تسكير الطلبات باثنين ايار، ومن بعدها يلي انقبل يعني في اكيد طريقه للتواصل بيعرفوا انه هن اجى لعندهم الاوكي. نحن حابين ناخذ اليوم اكثر تجربه علي. علي صباح الخير عن جديد، من بعد ما عرفنا كل تفاصيل
المنحة يلي هي فول برايت، بدي أعرف منك أنت أكثر، ليش تشجعت وكيف عرفت وشو صار معك بما يختص بهالمنحة هي؟ وصلني إيميل، يعني كنت بعد أيام الجامعة بالـ LAU بالـ 2008 تقريبا 2007، وشفته للإيميل، إيميل كتير طويل، قال لي أنه أقدم على هاي المنحة، وحسيتها قصة طويلة عريضة. أول سنة ما قدمت عليها لأنه ما كان عندي وقت عبي الابليكيشن، بس تاني سنة قدمت عليها وانقبلت. وهي بروسس طويلة، يعني بعد ما نقدم الابليكيشن بيرجعوا بيعملوا معنا مقابلة، وبعد المقابلة في امتحانات لازم نعملها، بس بالنهاية انقبلت وسافرت على أمريكا. بأي اختصاص؟ ميديا مانجمنت أو الإدارة الإعلامية. أوكي، شجعوك على هالشيء هذا بالتحديد؟ يعني كانت عم بتقول لأنه جيرالدين أنه في بعض الأمور صح. يلي حابين يشجعوا عليها هن أكثر من غيرها اللي مفروض أنه تكون مطلوبة أكثر. هلا يعني أنا كان هيدا الشيء اختياري، لأنه كنت أنا دارس إعلام بالليو، كنت حابب أعمل شيء أنا بحسه ناقص بالمجتمع اللبناني. يعني ما في ولا جامعة بلبنان بتعلم الإعلام من الناحية الإدارية أو من ناحية البزنس، وحسيت إنه هاي فرصة لأتعلم شيء ما في منه بلبنان. جدا. طيب نروح على أمريكا نحن وياك، خبرنا هونيك شوي عن هالتجربة، يعني للأشخاص هلأ أو الطلاب يلي مثلك حابين يقدموا، دايما فكرة السفر بتكون هيك صعبة ببعض الأوقات، كيف تأمنت هونيك؟ شو كانت هالسنتين كيف مرقوا عليك؟ يعني في يقول بكل سهولة انه هاي كانت تجربة من احلى، يعني هول سنتين من احلى سنتين حياتي قضيتهم. غير الاشخاص الكتار اللي بتتعرفي عليهم، غير انه عم تشوفي بلد جديد، عم تسكني ببلد يعني امبرسيف مثل ما بيقولوا، انه بلد كتير مبهر. بس كمان الحلو انه بمنحة فول برايت، غير انه انا بكون طالب عادي بالجامعة، في كتير نشاطات محددة للتلاميذ اللي حاصلين على منحة فول برايت، منها نشاطات إن كان بقلب الجامعة اللي أنا فيها، أو إن كان جامعات بيعملوها بين تلاميذ الفول برايت بكل الجامعات بأمريكا، بيجمعونا مرة كل سنة تقريبا بمطرح معين نشتغل سوا، نتعرف على بعض، وهذا الشيء كتير كتير حلو. يعني تخيلي بلحظة من اللحظات كنت أنا تحت سقف واحد مع أكثر من 100 شخص من 70 بلد بالعالم. فبحد ذاتها هاي التجربة ما كتير، يعني ما كتير بتصير، منا شغلة اعتيادية بتصير معنا بحياتنا. فالتجربة ككل تجربة كتير كتير مثمرة، وخصوصا انه انا استفدت منها كتير. يعني انا ما تركت مطرح بامريكا ما سافرت عليه. برافو. اثنين بواحد. انا كنت درست. كنت ادرس. بس انا كنت من الناس يلي ضد الرجعة على لبنان. يعني اكيد في عطل، في الكريسماس، وفي وينتر فيكيشن، الناس يلي عادة بترجع فيها على لبنان. انا كنت اقول لا، انه ما نحن هذي كلها سنتين، خلينا نتعرف على الثقافة الامريكية، نستفيد اكثر من ال، يعني كنت كثير حب شوف الكريسماس بامريكا كيف، وروح كنت اقعد مع عيلة الامريكانية بالكريسماس اتعرف عليها، ولدرجة انه مرة رحت قضيت اسبوعين مع مجتمع بسموه آمش، هيدا مجتمع بعيش بلا كهرباء وبلا تكنولوجيا. هلا شوي عنا هون كمان ما كتير عنا كهرباء، احنا ما عندنا بس هن هيك بنقوا يعيشوا حياتهم بلا كهرباء ابدا. فرحت قعدت عندهم اسبوعين، فكانت تجربة كثير مثمرة. يعني تتعرف اكيد على غير. انا جيرالدين، بس قديش عدد المنح يلي، يعني كم عدد الطلاب يلي بيحصلوا على منح سنويا؟ بين 10 و 15 يعتمد على طلبات وكمان الميزانية من السفارة. الميزانية بين 10 و 15، كحد أقصى بس 15. فإذا يعني بده يكونهم عن جد بيستحقوا أنهم يحصلوا على هالمنحة، بتكون علاماتهم كتير جيدة. يعني في شروط، هي كلها شروط رح يقدروا أنهم يشوفوها وقت اللي بيعبوا الابليكيشن يلي موجودة على السيت، وأكيد هن بيعرفوا شو رح هيد. بدي أرجع، بدي يعني أخذتنا بجولة حلوة على ما في مشكلة. اثنين بواحد، يعني انت سياحة ودرس، يعني وهذا كمان المطلوب، بس المطلوب اكثر انه وقتها ترجع على لبنان التواصل كيف عم بيضل، كيف عم بيتم بعدين. هلا اكيد جزء كبير من الميشن تبع فول برايت انه هول الاشخاص يرجعوا على لبنان
ويطوروا بالبلد ويغيروا شيء بلبنان. فغير انه هن بنقوا اشخاص عندهم هيدي القابليه، بس كمان السفاره الامريكيه والاميديس دائما بيتابعوا معنا، دائما في نشاطات للفول برايترز بلبنان، مش بس للفول برايترز اللي بعدهم راجعين، للناس اللي يمكن صار لهم 10 و15 سنه ماخذين الفول برايت. بنجتمع سوا كل فتره، بنشتغل على اشياء، بنشتغل على مشاريع، في كل سنه كمان في منحه صغيره ما يسمى بالستيت ألومناي، اللي هن الناس الخريجين من منح عبر السفاره الامريكيه، في منح ماديه لحتى تشجع هول الاشخاص على تحضير لمشاريع اجتماعيه، يعني بيعطونا $3,000 لحتى نعمل شيء ياثر بالمجتمع، فدائما في هاي المتابعه بعد ما نكون رجعنا على لبنان. عظيم، انا بهمني كمان تكون ذكرت لبنان بامريكا كثير، اكيد عنه ومرتين كنت فتح معنا قاعد كان هي شيء مهم هيك انه نتعرفوا وقت اللي بيكونوا عم بيقول عم يجتمعوا هنيك انه يتعرفوا ويتبادلوا كمان وكل واحد يحكي عن بلده. دائما عملت عشاء لبناني مرتين لشي 100 شخص. كان في عنا شيء اسمه رايس اند سبايس مطرح ما كنت عايش، كل اسبوع حدا من ثقافه معينه يطعم الناس اكل من ثقافته، فعملنا اكيد يعني كان دائما اسم لبنان موجود. عازم، المتابعه للطلاب يلي كمان مثل ما ذكرها علي من بعد سنوات طويله، هالمتابعه هيدي شو بتامن لهم؟ هل انتم كمان من بعد ما تعطوهم منح وذكرت انه في بعض المواضيع يلي هي فيها نقص بالعمل، هل بتتابعون شوي كمان بمجالات العمل اذا اجوا سالوكم يطلبوا رايكم وين معقوله يتامن عمل لهم؟ هل في مجال انهم كمان تساعدون بهالاطار؟ اي قبل الرجوع الى بعد الرجوع الى لبنان نشجع على التواصل بين كل الفولبرايترز في لبنان كما قلت، وكمان نشجع على بناء العلاقه بينهم كي يساعدون بعضهم بعضهم بيساعدوا بعضهم بالعمل بحصول العمل وكل نوع من الفرص. شكرا لك جيرالدين قسام ملحقة الإعلامية بالسفارة الأمريكية ببيروت، أهلا وسهلا فيك كمان علي، ميرسي لك، مبروك كمان على المنحة حتى لو مأخر. أنا هلا عرفت. كمان مرة بريك صغير وبنرجع بنتابع عالم الصباح، خليكم معنا.